الدولة والنظام تبصروا لها المسائل. جاوت قال أودي راه شي حاجة ماشي هي هذيك نضربوا فيها الفيل. المحاضر شنو اقتراحات؟ مازال كنتذكروا راه مثلا الإخوان هذه واحد أسبوع في اللقاء جمعنا بالسي بوزوب الله يرحمه كوزير العدل في 2016 في بوزنيقة، قلنا له هاوز وجه الله السيد الوزير عندنا مطلب واحد، حنا كهيئة حقوقية وهي ديروا إعادة النظر في المحاضر ديال الشرطة القضائية بصفة عامة. الشرطة القضائية ما نلوموهوش أكثر من القضية العاتية، باش نكونوا واضحين، أي واحد راه عنده واحد من العائلة ديالو شرطي ولا ضرائبي ولا، علاش؟ الواقع كيعبر على ذلك. شنو هو؟ كتجي كتلقى إن بريكاد لي جوندارم ديال الدرك قابطة لك ثلاثة ولا أربعة الجماعات، كتلقى العناصر ديال الدرك قلال. لا بريكاد مخيرة كتلقى فيها 10 12 ديال 15 20. بالله عليكم هذا رئيس المركز واش غادي ينفذ الملفات ديال المحكمة؟ واش يحرر المحاضر ديال المخالفة؟ واش غادي يقوم بدوريات من أجل الحفاظ على المال وعلى الحرية ديال المواطن؟ بزاف اللوجيستيك على قد الحال، ولكن هذا لا يعفي من المسؤولية. إذن تقال في هذا النقاش هذا في هذا اللجنة العلمية سيدنا بأن خصنا شي حل. الحراسة النظرية أنا كندخل شوية في التقنيات، لما كيتعتقل شي حد من قبل كيجلس في 7 أيام و 10 أيام ما كاينش اللي كيسوق الرهبة. حاليا بمجرد الضابط كيما بغا تكون الرتبة ديالو، بمجرد ما كيدخل داك السيد المغفر خصو يعلم النيابة العامة، ماشي غير بالتليفون بالكتابة. بغا يدير البرولوغاسيون تمديد الحراسة النظرية خصو يعلم النيابة العامة، بغا يحصل على إذن بالتمديد خصو يحصل على إذن النيابة العامة. إذن مكتوب، لأن أنا ما حصلش على إذن مكتوب وقعت لا قدر الله شي حاجة لذاك المتهم أو ذاك الثاني بالأحرى يتحمل المسؤولية ديالو الجنائية. في خباركم القانون الجديد ما غيمكن يوزاك الضابط باش يحرر محضر حتى كتنضر كاميرا، كاميرا للرجوع إليها، التسجيل للرجوع إليه عند الحاجة. لما كيتحل ملف على النيابه العامه في اطار التحقيق او في اطار الاستنطاق، هنا كيمكن لاي طرف يطلب هذا الشريط، والنيابه العامه راه داك القرص داك لو سي دي راه الاشاره ديالها باش كتشوف ما ادعاه كل طرف سواء كان مشتكي ولا مشتكي. كذلك في الدستور راه كاينه، غير دابا حنا المشكل اللي عندنا راه قلت لكم الى ودي راه كامل حقنا باش ندعيو اي اداره ولكن ما كناش عارفينها. حاليا في الدستور كاينه ما كيمكن لذاك الضابط باش يعتقل، لما كيعتقلو كيقول له عندك جوج الحقوق، حق السكوت دووا دو سيلونس ما تهدرش، وغنقولوا علاش، وحق انك يكون عندك محامي ديالك يحضر معاك. هذاك المحامي كيمشي باذن من نقيب المحامين ومن النيابه العامه ماشي بجميع القضايا الطويله. الان كاين مطالبه وغتكون بحال اللي كان في فرنسا هذه تقريبا 60 سنه كتسمعوها في الافلام، je ne parle qu'en présence de mon avocat. لا يمكن ان اتكلم الا بحضور المحامين. هذه غتطبق ان شاء الله مستقبلا درجه طويله. اذا هذه المحاضر هذه هي اللي كانت النقطه اللي خدات نقاش كبير، ولكن بالمقابل قلنا لهم يا ودي راه لا يعقل ان مركز ديال الدرك عندهم سياره ديال المصلحه بعد، راه لا يعقل ان ما عندهمش الهاتف ديال الاداره، مشي معكم بعيد، مشي لواحد العامل مركب ديال باري جوستيس ديال باريس. داكشي راه غريب، ما نديروش مقارنه، غتقول ما نديروش مقارنه، عمركم شوف قلب قصر العداله كاين خبراء في التجاري في علم النفس في العقار في جميع التخصصات. انا كقاضي عندي ملف وواقف على خبره تقنيه، واحد السيد قال لي ان راه مريض خصني نعين له خبير في ذاك المد، تما في قلب المحكمه كاين كلشي، الخبره كتكون جاهزه في واحد الزمن قياسي. لما كتوقع جريمه الشرطه القضائيه ولا الدرك ما هماش ناس ديال القانون، ناس ديال الاداره، ناس ديال القانون هما ديال المحكمه، هي النيابه العامه كيتسمى ضابط سامي، هذاك نائب وكيل الملك ولا وكيل الملك راه كيتسمى ضابط سامي ديال داك الجدارمي والبوليسي وديال العامل، الكراد ديالو اكثر من العامل، انه هو ضابط سامي.
العامل يعتبر ضابط ضابط ولكن الاخر ضابط ثاني. القائد والباشا يعتبر ضابط ولكن داك القاضي وداك النائب وداك وكيل العام وكيل كيتعتبر ضابط ثاني. اش كيوقع عمليا في اوروبا؟ ما كتندارش شي لصالح حتى كيخرج داك قاضي التحقيق العين المكان كرجل قانون باش كيوجه لصالح ولا وكيل الجمهوريه. ولكن عاوتاني عندهم وسائل ديال العمل، عندهم فرقين لي بريكاد لا بالنسبه لي جوندار الشرطه ديالهم ولا الدرك الوطني ديالهم ولا ولا مقومي شيء طبيعي. هذا موضوع اخر. حنا مادام انه ما وصلناش لسميتو صعيب باش نطلبوا كل شيء من الشرطه القضائيه، ولكن نقطه نقطه كيحمل الوزن. اذا هذا هي المنظومه راه حاليا ان شاء الله راه في طور النهايه انها تكون اعاده النظر في هذه المسائل هذه كامله. ما نساوش واحد المساله اخرى، المجلس على السلطه القضائيه رجع لها باش تعرفوا شنو هي، تسمعوا التلفازه وقراوا في الجرنال في الانترنت. هذه مؤسسه تم الاحداث ديالها، علاش؟ لانه شنو الدور ديالها؟ اولا شكون الرئيس ديالها؟ هو صاحب جلالة، الرئيس ديالها هو الملك، وفيها السيد وزير العدل. كتعطي ضمانات للقضاة، كتمنح لهم ضمانات ديال الاشتغال باش يطبق داك المبدا ديال فصل او ديال استقلال القضاء. كتبت في الترقيات ديالهم، كتبت في المتابعات، اذا ظهر بان قاضي خل اخلال القواعد ديال النظام الاساسي للقضاة يتابع في اطار هذا المجلس هذا. وما كيكونش وزير العدل، سمحوا لي ما كاينش وزير العدل، وزير العدل لم يعد في القانون الجديد دابا اللي جاي رئيس ديال النيابه العامه، هذا مطلع تقريبا ديال الجمعيه الحقوقيه. وفي المتابعه التاديبيه بطبيعه الحال